يا اخي قاعد احاول العب ديابلو 2 بس ما تلعب كلش. نعم ديابلو 2 لعبه حلوه وغصب عليك وتلعب باي وقت. اي بس انت لاعبها بوقتها بس انا يعني مو لاعبها. سامع ولا لا؟ ديابلو 2 لعبه حلوه وتلعب حتى لو مر عليها قرن. زين يعني بس في العاب يعني حتى لو فان بوي باور. اذا انت مو فاهم اسكت اسكت. في ناس بس يلعبون العاب قديمه هذيل هم عايشين بالايام القديمه، وفي ناس بس يلعبون العاب جديده ويكونون شيء اسمه لعبه قديمه. عندهم اي لعبه قديمه لعبه فاشله. ليش ما يصير نجمع بين هالشيئين؟ انا مو فاهم. يمكن عشان اللي يلعبون العاب قديمه ما يحبون الجيمز اصلا، كل يبون انهم يتذكرون طفولتهم، هم يبون يتذكرون هالايام، هم يبون يعيشون كذي. واللي بس يلعبون العاب جديده يمكن لعبوا لعبه قديمه وما علمتهم شنو يسوون ومتى يسوون كل شيء. واغلب الالعاب اللي الحين يعلمونك شلون تسوي كل شيء، او يمكن لعبوا لعبه قديمه وطاف عليها الوقت مثل ديابلو 2. لو تلعبها الحين راح تشوف ان اللعبه تصعب عليك اشياء بالتحكم والانفنتوري على الفاضي. يعني المفروض اشياء تسهلها عليك هي تصعبها على الفاضي. هذه الاشياء تطورت مع الوقت، هذا يسمونه ايجينج، معناها ان اللعبه يمر عليها وقت فتكبر وما نقدر نلعبها. بس اذا كنت لعبها اللعبه بوقتها راح تقدر تلعبها بعدين لانك راح تتذكر ايام حلوه. بس اذا واحد مو لعبها بوقتها يبي يلعبها بعدين ما يقدر، حتى لو كانت اللعبه حلوه بوقتها اذا كان الايجينج فيها مو زين يعني ما راح تلعب بوقت ثاني. بس في العاب يمكن يكون فيها الايجينج زين مثل فاينل فانتسي السادس. انا ما كنت لعب هاللعبه بس من كثر ما يتكلمون عنها ويقولونها لعبه تاريخيه قلت لازم العبها. ناس وايد يقولونها افضل لعبه تيرن بيست ار بي جي، وانا قاعد العبها بهالايام. هاللعبه جابت قصه قويه، شخصيات وايد وكل شخصيه غير عن الثانيه. القصه كل شوي تتغير. اللعب نفس فاينل فانتسي الرابع بس نضافوا عليها وايد اشياء وخلوا كل شخصيه تلعب فيها غير عن الشخصيه الثانيه، وضافوا حركات جديده حق كل شخصيه بروح. يعني اللي خلاها لما الحين حلوه القصه والشخصيات كونها تيم بيست ار بي جي، لان العاب تيم بيست ار بي جي ما تغيرت وايد حيل. بس طبعا في شيء راح تحس انه قديم باي لعبه قديمه اللي هو الجرافكس. بس اعتقد بايامنا الحين ما كنا نركز على الجرافكس نفس ما كنا نركز عليه بايام بلاي ستيشن 2، لان الحين صار عندنا تنوع وايد بالالعاب وانواع الجرافكس. بس ايام بلاي ستيشن 2 كنا نركز على الجرافكس حيل لدرجه ان اللعبه كانت قويه بس الجرافكس فيها مو زين راح نقول انها لعبه فاشله. احنا محظوظين ان احنا جيمرز بهالوقت. بس ليش نلعب لعبه قديمه اذا وايد العاب حلوه قاعد تنزل الحين؟ اذا ودك تعرف شنو الالعاب اللي جت وغيرت الالعاب اللي بعدها المفروض انك تلعب الالعاب القديمه هذه، واذا ما لعبت هالالعاب التاريخيه راح يطوفون عليك. شنو قلت تلعب؟ فاينل فانتسي. شنو؟ فاينل فانتسي. أي جزء؟ السادس. سادس؟ أي. كم سنة صار لها؟ 19. 19 سنة؟ 19 سنة ولا الحين تلعبها؟ الناس تطورت أنت الحين؟ أهبل. 19 سنة يلعبها. 19 سنة. إذا بس تبي تلعب ألعاب جديدة أوكي، بس في ألعاب قديمة حلوة لا تظلمها. لا تنسون اللايك والسبسكرايب وشوفوا الحلقات اللي طافت ونطروني أكمل تاريخ سونيك ونطروا.